مرحبا بكم الجيمرز الكل، معكم اليوم احمد كابو في فيديو جديد. اليوم باش نحكيو على احسن لعبه رياضيه في معرض جيمز كوم 2015. بالطبيعه عرفتوني على شنو نحكي على برو ايفولوشن سوكر 2015. بعد لعبه اقل ما يقال عنها فاشله، ترجع لنا كونامي سناب لعبه خذت احسن جائزه في معرض العاب الفيديو بالمانيا 2015. من اول تريلر خرجت لاحظ تطور كبير ياسر في على مستوى الرسوميات، يعني الجرافيك، وزاد تلاحظ انه الجمهور ولا يرفع معلقات في كل بارتي، وكل بارتي عندها المعلقات نتاعها، وتلاحظ النمذجه والموديليزاسيون قويه ياسر للملعب الالترا فورد نتاع مانشستر يونايتد. وزاد شفنا برشا جيس تكنيك جدد مريناهمش في حتى اجزاء سابقه، وهوني نحب نقول اللي مدير فريق التطوير قال اللي استوديو التطوير رجع للاجزاء السابقه الناجحين في تاريخ كونامي وسلسله برو ايفولوشن سوكر اللي هما برو 6 برو 9 وبرو 13 اللي خذوا مبيعات كبار وعجبوا العباد برشا. وهوني قال اللي برو 14 ركزوا على الجرافيك نتاعها ما ركزوش على الجيم بلاي، هذاك علاش اللعبه كانت فاشله على الاخر، لكن السنا برو 15 حاجه مختلفه على الاخر. وقال اللي هما باش يركزوا برانسيبالمون على الجيم بلاي اكثر من الجرافيك، وكيما رينا في التريلر الجرافيك كان طياره على الاخر. ان شاء الله برو 15 تكون تحسنت، وهذا اللي يعد به المدير التنفيذي نتاع برو. في التريلر الثاني نشوفوا اللي المنيو نتاع اللعبه تبدل كومبليتمون، تبدل معناتها بصفه كبيره، ولا يشبه ياسر للمنيو نتاع فيفا 14. وزادوا دي ليغ جدد اهمهم الكوب دوروب والكوبا ليبرتادوريس. وزادا نشوفوا قوه نتاع جرافيك في النمذجه والاكساء نتاع الوجوه نتاع الملاعبيه. دونك برو باش ترجع بقوه كبيره السنة، وكونامي باش ترجع للمجد نتاعها. ديمون برو 2015 باش تخرج في 17 سبتمبر على الكونسولز، وباش تخرج في 13 نوفمبر على البي سي، وهذا حسب ما اكد لي ادم زهكي مسؤول كونامي في اوروبا كما تراو هوني على الاكران بحذايا. كيف كيف قال لي اللي الفيرسيون تاع البي سي والفيرسيون تاع النكست جين كونسولز مش باش يكون فيهم فرق في الانيميشنز وفي المودز وفي الجيم بلاي وفي الجرافيك، اما فما حوايج بسيطه كيما في الظل وفي الحكايات هذيا باش يكون فيها شويه فرق. كيف كيف اكد لي ان المعلقين اللي كانوا موجودين في برو ايفولوشن سوكر 2014 باش يكونوا موجودين في برو دي ميكسانس. وبالطبيعه نحكي على روف خليف اللي ان شاء الله باش يكون متواجد بالتعليق نتاعو الحماسيه اللي تعودنا عليها في برو دي ميكسانس. الفايده الوحيده اللي لاحظناه في اللعبه هذيا برو 2015 هي التشابه الكبير ما بين المنيو نتاع الفوت في فيفا 15 والمنيو نتاع الفورماسيون نتاع برو 2015. وصلنا للفام نتاع الفيديو نتاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنساوش تعملوا لايك كومنتير وسبسكرايب. كان معكم احمد كابو، السلام عليكم. مو برو 2015 باش يخرج في 17 سبتمبر على الكونسول وفي 13 نوفمبر على غزرت اللوطة دوحي هم باركة. ديمو برو 2015 باش يخرج في 17 نوفمبر على الكونسولز وفي 17 سبتمبر و 13 نوفمبر نفسخ هذيا ما تحطيش سكر فمك انت. الفيل معاودي توا وفى الفيديو، وصلنا للفام تاع الفيديو ان شاء الله.